دكتور سيزر، سيزارياتك بتصل مباشرة لروحي. الدكتور سيزر، أقسم بالله العلي العظيم والله على ما أقول شاهد، تيسرت أموري بعدها كثيرا وزدت تقربا من الله أكثر والحمد لله. الدكتور سيزر شنال، وما في شيء ما نجح معي. دكتور سيزر كان داعم لي بهاي الفترة من حياتي، عم بحكي عن 5 سنين. دكتور سيزر نتيجتها فعالة وفي وقت قصير جدا. دكتور سيزر الحمد لله تحسن وضع المال عندي وتحسن عندي كتير أمور بحياتي. دكتور سيزر ثاني يوم استيقظت ورأيت النتيجة، يعني بصراحة التجربة كانت رائعة بالنسبة لي. أنا بسببك انكشفت لي أسرار كتير. دكتور سيزر ما قدرت أتجاوزها غير من خلال جلساته. دكتور سيزر الشفاء بالنسبة لي. Thank you so much دكتور سيزر. هذه السيزرية مصممة لمساعدتك على النوم بسرعة وعمق وبشكل يجعلك تستيقظ مرتاحا جدا في الصباح، خاصة إذا كنت ممن يعانون من التفكير الزائد قبل النوم أو الأرق. مرحبا أيتها الأرواح العميقة الدافئة، لنبدأ بإيجاد وضعية مريحة في سريرك. استلقي على ظهرك أو على جانبك الأيمن، اختر الأكثر راحة وطبيعية بالنسبة لك. تأكد من أن الغرفة هادئة وأن الإنارة مريحة لك، مما سيسمح ببيئة تشجع على الاسترخاء والنوم العميق. خذ نفسا عميقا واملأ رئتيك تماما بالهواء، اشعر بإحساس دخول الهواء إلى أنفك يملأ صدرك والحجاب الحاجز. الآن قم بالزفير ببطء وأطلق أي توتر أو سلبية تشعر بها في هذه اللحظة. استمر في أخذ أنفاس عميقة وبطيئة للحظات القليلة القادمة مع التركيز بالكامل على كل شهيق وزفير. عندما تتنفس بعمق، لاحظ نقاط التلامس بين جسمك والفراش من تحتك. أشعر بفراشك يحملك من الأسفل، لأنه يتفاعل مع وزن جسمك. تخلص من أي توتر في عضلاتك واسمح لنفسك بالغرق تماما
في راحة في مكانك الحالي. الآن تخيل موجة من الاسترخاء تبدأ من أعلى رأسك وتنتقل بطريقها تدريجيا إلى جميع أنحاء جسمك بالكامل. عندما تمر هذه الموجة عبر كل جزء من جسمك أشعر أن هذه المنطقة أصبحت أكثر استرخاء وأكثر راحة. تتحرك الموجة عبر جبهتك مما يؤدي إلى تخفيف التوتر الموجود في هذه المنطقة. اسمح لعينيك الجميلتين أن تغلق برفق أثناء مرور هذه الموجة من خلالها. مما يجعل الجفون تشعر بالثقل والاسترخاء. تستمر الموجة في النزول من خلال وجهك مما يؤدي إلى إرخاء خديك وفمك وفكك. اسمح لهذا الشعور بالاسترخاء أن ينتقل عبر رقبتك الآن لتلين أي عضلات مشدودة في هذه المنطقة. تستمر في متابعة رحلتها وهي تتحرك لأسفل ثم لأسفل في كتفيك. تشعر بأي عبء يتلاشى بمجرد أن تمر الموجة بهذه العضلات التي تسترخي وتغرق في الراحة. عندما تنتقل الموجة إلى أسفل ذراعيك إلى أطراف كل إصبع لاحظ إحساسا بالوخز قبل أن تذوب في الاسترخاء التام. أشعر بهذه الطاقة المهدئة تملأ صدرك بالكامل الآن وتملأ كل تجويف في أضلاعك ومنحنياتها بالهدوء الدافئ.
عندما تتسرب إلى معدتك، لاحظ أن أي أفكار أو مخاوف لم يتم حلها تتخلى عنك الآن وتنسحب من محيطك. اسمح للتموج بالاستمرار نزولا عبر الخصر والوركين والفخذين. اشعر بساقيك وهي تزداد ثقلا، وحرر اي توتر متبقي في عضلاتك. اسمح لموجة الاسترخاء هذه بالتدفق عبر ركبتيك وأسفل ساقيك حتى تصل في النهاية إلى كاحليك وأطراف كل إصبع قدم. اسمح لنفسك بالغرق تماما في هذه الحالة الهادئة. ثق أن النوم سيأتي بشكل طبيعي. إذا وجدت أن الأفكار تظهر خلال هذه العملية، ببساطة اتركها تمر دون حكم أو مشاركة فيها. أعد تركيزك إلى الشعور بالاسترخاء الذي يملأ كل شبر من جسمك. بينما تستمر في الاسترخاء بشكل أعمق، سيبدأ عقلك في الانجراف نحو النوم. سلم نفسك تماما للإحساس العميق بالسلام الذي يحتضنك مثل بطانية ناعمة. وأنت تنتقل إلى سبات عميق، أحلام جميلة، أحبك جداً.